كينا بريدج اوف سبيريتس كانت من اكتر الالعاب الحصريه على البلاي ستيشن اللي انا متحمس لها بعد الكشف عن البلاي ستيشن 5 في مارس 2020. طبعا اكتر حاجه لفتت انتباهي وقتها كان التقديم الرائع للعبه والانيميشن المقارب للانتاجات السينمائيه زي لعبه راتشت اند كلانك ريفت ابارت مثلا. ولكن السؤال هو، هل الجيم بلاي على نفس الدرجه من الابداع؟ وهل اللعبه تستحق الشراء؟ هو دوت اللي هنجاوب عنه في المراجعه الكامله لكينا. اهلا بيكم على قناة مانجا 64، وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عليه لو عجبكم واشتركوا في القناة لمتابعة محتواها اول باول. تعالوا الاول نضع السياق القصصي للعب. كينا هي فتاة تقوم بدور مرشدة للارواح العالقة في الحياة الارضية وغير قادرة للمرور الى العالم الاخر بسبب الالام او الندم او تعلقها باهداف في الحياة. في نفس الوقت بنتعرف في البداية ان في قوة هائلة غامضة بتقضي على الحياة رويدا، ومن هنا كينا بتبتدي رحلتها لمساعدة الارواح العالقة وانقاذ الارض من الموت. كينا لعبة مذهلة في التقديم، وبخاصة لما بنعرف ان وراها فريق تطوير مستقل، ولكن على الرغم من كده كان الفريق دوت قادر على اخراج اللعبة بشكل يضاهي مستوى الابهار اللي بنشوفه في الالعاب البلوك باستر الكبيرة. والابداع دوت بيظهر بشكل واضح جدا في تصميم العالم اللي حقيقي بينبض بالجمال وبخلابة الطبيعة. صحيح اغلب احداث اللعبة بتدور تقريبا في مناطق متشابهة وبالتالي مفيش تنوع كبير في البيئات، ولكن دوت بيعوضوا دقة التفاصيل وملو العالم بالاشجار والحشائش والصخور والانهار وغيرها من المظاهر الطبيعية اللي فعلا بتقدم وليمة جميلة للعين. ده بالإضافة للمؤثرات الضوئية وخاصية تعقب الأضواء المفعلة على البلاي ستيشن 5 اللي بتاخد مستوى الإبهار لمستوى عالي جدا. نفس الكلام بينطبق على تصميم الشخصيات من حيث الشكل والأنيميشن. صحيح مفيش شخصيات كتيرة هتقابلها، ولكن دوت حد من النمطية اللي بنشوفها في ألعاب العوالم المفتوحة، وبالتالي كل شخصية هتقابلها هتكون مميزة من ناحية الجماليات بشقيها التصميم والأنيميشن. ودوت كمان بيمتد لتصميم الأعداء اللي على الرغم من تشابههم لأنهم أغلبهم كائنات شجرية بشكل أو بآخر، ألا وأن تصميم كل شخصية فريد ومفصل بشكل رائع الحقيقة، وبخاصة الرؤساء اللي هنتكلم عنهم بشكل أكبر كمان شوية. كل الكلام دوت إحنا عارفينه من مجرد النظر للتريلر بتاع اللعبة، ولكن إيه وضع الجيم بلاي؟ هنا ما أقدرش أقول إن الجيم بلاي يضاهي مستوى الجماليات، ولكن دوت مش معناه ان الجيم بلاي سيء او غير ممتع، وبالتالي محتاج ان انا دلوقتي اشرح شوية العنصر دوت من اللعبة. اول حاجة، كينا لعبة مغامرات وبالتالي بتدمج ثلاثة انماط من اللعب: القتال وحل الالغاز وتجاوز العقبات او البلاتفورمينج. وكل النمط من دول مقدرش اقول عليه استثنائي او مبدع او حتى معقد، على العكس كل عناصر الجيم بلاي بسيطة جدا ودهري. قبل تفصيل القتال واجب الإشادة بالمستوى العالي للتحكم الدقيق والمستجيب لأوامرك على الدراع. أيوة القتال بسيط ولكن متنفذ بشكل جيد، وكل حاجة هتتعمل بالظبط كما أراد لها المطورين. بالنسبة لميكانيكيات القتال، فكينا بتتحكم في سلاحين أساسيين، وهم العصا اللي بتستخدمها في القتال عن قرب من خلال تنفيذ الضربات الخفيفة والتقيلة، والقوس والسهم لضرب الأعداء عن بعد. بجانب كده في النصف الاخر من اللعبة بتقدر تستخدم السحر لإلقاء القنابل دوت بالإضافة للدرع السحري لحماية نفسك، أو عوضا عن كده استخدام الدوجينج أو المراوغة، ودول بيبقوا متاحين من الأول خالص. في بعض اللاعبين ممكن يعتبروا إن محدودية المهارات اللي بتتضمن حوالي 19 مهارة عيب في اللعبة لأنه بيحجم من تنوع أسلوب اللعب. بالنسبة لي ده الحد الكافي من المهارات، وأكتر من كده عادة بعتبره تعسيف لأنه بيحتاج وقت للتعلم وقدرة معقولة على التذكر. لكن العيب بقى بالنسبة لي إن انسجام المهارات في الملاحم القتالية بيحصل متأخر شوية في اللعبة، وبالتالي وبالذات في بداية اللعبة القتال لن يتعدى استخدام العصا لمحاربة الأعداء عن قرب باستخدام الهجمات الخفيفة. كنت احب اشوف القتال بيستخدم التنوع المحدود في المهارات بدري شوية عن كده. لكن الخبر حلو للاعبين هو ان مع الوقت القتال في كينا بيبقى مرضي جدا، بالذات مع التنوع المعقول في الاعداء اللي هيجبرك للتنقل بين المهارات المختلفة في نفس المواجهة، ودوت بيصنع تجربة مثيرة جدا، وبخاصة ان مستوى الصعوبة في القتال مع الوقت بيقدم تحدي حقيقي ومش مجرد مهرجان للقضاء على الاعداء بدون تفكير.
القتال كمان فيه جانب استراتيجي مخفي، وبالتحديد المهارات الخاصة باستخدام الكائنات الروت اللطيفة ديت اللي عشان تستغلهم لازم تملأ ميتر الشجاعة عندهم بالقضاء على الأعداء. ده معناه ان مرات استخدامهم في المواجهة الواحدة محدود، وبالتالي هتحتاج تفاضل ما بين الهجوم على الأعداء الأقوياء أو تشتيت انتباههم للقضاء على الأعداء الأصغر أو لعلاج نفسك. جدير بالذكر ان القتال بيكون في افضل حالاته قصاد الرؤساء المميزين جدا من حيث تصميم ميكانيكياتهم، مفيش رئيس شبه التاني، ودايما كل مواجهة جديدة هتتطلب منك التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف للرئيس والطريقة الامثل للقضاء عليه. ده بالاضافة لمواجهة الاعداء الصغار اللي بينضموا للرؤساء، وبيخلي قتال الرؤساء ملحمة قتالية ممتعة جدا وافضل ما تقدمه اللعبة من حيث الجيم بلاي. تعالوا ننتقل دلوقتي للجانبين الآخرين من الجيم بلاي، وهم حل الألغاز وتجاوز العقبات. بالنسبة لحل الألغاز فأغلبها بسيط ودهري جدا، يعني بالكاد توقفت لحظة عشان أعرف أنا مطلوب أعمل إيه. وتجاوز العقبات كمان أبسط، ولا يتعدى كونه جزء من الاستكشاف كأنك بتترجل أو بتتسلق أو بتجري. لكن إضافة العناصر ديت من الجيم بلاي بيكسر من عامل رتابة القتال اللي بنشوفه في ألعاب الهاكن سلاش مثلا، ودوت بيدي فرصة للاعب انه ينظر الى العالم ويستمتع بيه. كنت احب ان يبقى على الاقل حل الالغاز معقد شوية اكتر، ولكن اللي تقدم مش بطال. وعلى سيرة العالم، الخريطة مليانة باسرار مخفية واشياء لتجمعها بما فيها كائنات الروت اللي بتساعدك في القتال. لكن جدير بالذكر هنا، وانا بقول الكلام دوت للكمبليشنست بالذات، ان تقريبا مفيش عائد مجزي للموضوع دوت، بجانب طبعا بعض النشاطات اللي ممكن تعطيك نقاط لتحسين مهاراتك او مواضع التأمل اللي بترفع روحك. اخر حاجة عاوز اذكرها هو روعة الموسيقى الخلفية للعبة اللي تعتبر من افضل ما سمعت في الفترة الاخيرة، وحقيقي بتكمل التجربة وسحر اللعبة. الخلاصة، كينا لعبة مغامرات رائعة ولم تخيب أمالي، وإن كان في نفس الوقت ما أقدرش أقول إنها أبهرتني من ناحية الجيم بلاي، لكن اللي بيميزها هو إزاي كل عنصر من عناصر اللعبة، من الجيم بلاي للجماليات للأنيميشن للقصة للموسيقى، بيندمجوا في تقديم اللي أنا شايفه واحدة من أفضل ألعاب هذا العام. وأتمنى إن احنا نشوف كينا في مغامرة أخرى في المستقبل، بس في عالم أوسع ومع بعض التحسينات الطفيفة، وعلى وجه الخصوص عدم التأخير في تنويع مهارات القتال. في المجمل، كينا من وجهة نظري تستحق الشراء لمحبي ألعاب المغامرات، حتى مع أسر اللعبة اللي إكمالها ممكن ما يتعداش 10 ساعات، إنما يعني بالكتير 12 ساعة، لأن في النهاية اللعبة بتقدم اللي مطلوب من أي لعبة، وهو الإمتاع والتشويق. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمراجعة ديت، وأتمنى أنها كانت مراجعة حقانية. لو عندكم أي أسئلة بخصوص لعبة كينا سيبولي السؤال في التعليق، وفي كل الأحوال أتمنى لو الفيديو عجبكم أنكم تعملوا عليه لايك علشان تدعموا القناة وتساعدوني، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتوى قناة مانجا 64 أول بأول. نشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وشكرا على المشاهدة.